وعلى مقربة من انطلاقة هذا الشوط، الشوط الأول للإنتاج المبتدئ عمر 3 سنوات على مسافة 1600 متر. اندفعت في هذه اللحظات الإنتاج عمر 3 سنوات على بركة الله تعالى. مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم في هذه اللحظات الانطلاقية لهذا الشوط، كما نشاهد الآن في هذه اللحظة مع تبهم محاولة التقدم، وكذلك هنا أشاهد أيضا 15 موادعة، وأيضا اللحاق أشاهده أيضا لرقم 19 في هذه اللحظة الزهلول أيضا، والتقدم من الداخل الآن أشاهد أيضا ابن العارض يحاول أن يتقدم في هذا الشوط، وكذلك الملتف كذلك في التقدم في هذا الشوط من الخارج الآن، محاولات أخذ موقع متقدم في هذا الشوط، ولا زالت الصدارة في هذه اللحظات لمعاتبهم من الخارج، وكذلك التقدم يأتي الآن لخمسة عشر موادعة في محاولة أيضا التقدم في هذا الشوط، موادعة ومعاتبهم محاولة أيضا اللحاق في هذا الشوط من البقية الباقية في هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، ابن العارض يحاول التقدم الآن، يأتي لعزيز المنال من الخارج الآن في محاولة التقدم أيضا في هذا الشوط إلى المركز الثالث عزيز المنال، والتقدم يأتي لأحد عشر تخصص الآن يأتي إلى المركز الأول مع فواز والناس في محاولة أيضا خطف الصدارة والمركز الأول. عزيز المنال من الداخل تخصص، من الخارج تخصص، يأتي يخطف الصدارة في هذه اللحظات رغم المحاولات من البقية في هذا الشوط. الزهلول يحاول أيضا التقدم في هذا الشوط ولا زالت الصدارة لتخصص ابن الأعصم مع فواز والناس في هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام انفراد بالصدارة لتخصص الذي رشحه عايش البقومي في هذا الشوط، تخصص ما شاء الله تبارك الله مع فواز والناس انفراد بالصدارة، والمركز الأول، المركز الثاني ذهب لعزيز المنال، والمركز الثالث على ما يبدو لرقم 6 تسيد. إذن تخصص ما شاء الله تبارك الله لحمود سلمان الشلاقي المدرب صباح الشمري والخيال فواز والناس من المشاركة الثانية، يحقق المركز الأول بعد المركز الثالث في أولى المشاركات. إذا ما شاء الله تبارك الله تخصص ابن الأعصم في هذه اللحظات كما تشاهدون الآن مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الشوط، شوطنا الأول على مسافة 1600 متر انفراد بالصدارة من تخصص. كانت هناك منافسة أيضا لرقم 12 عزيز المنال من المنعطف الأخير، ولكن تخصص بدأ يوسع الفارق في هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله، ويصادق على ترشيحات الزميل عايش البقومي في هذا الشوط، وانفراد بخمسة إلى ستة أطوار ما شاء الله تبارك الله في هذا الشوط. أيضا عزيز المنال حقق المركز الثاني والمركز الثالث ذهب لتسيد في هذا الشوط. إذا مشاهدينا كنا وياكم مع شوطنا الأول، أنقل الميكروفون الآن إلى الاستوديو التحليلي والزميل عبد الله التويجري. إليك عبد الله. شكرا زميلنا في الرشيد. مشاهدينا ضيوفنا الأعزاء هنا تخصص الذي تخصص في افتتاحية هذا المساء يعود مع جهة الدعم والمساندة، تخصص هنا فوز والناس، وقبل مع أخي فيصل الشمري الذي أعاده إلى محبي، هنا يصل بشعار محمود الشمري بن الفحل العصام بدقيقة وخمس واربعين وثلاثة أجزاء الثانية، تدريبة صباح الشمري وقيادة فوز والناس. من اللي رشحها منكم عايش أنت ولا نواف؟ أنا اللي رشحت الله يحيك. أنت اللي رشحت. وأخوي نواف رشح تسيد. تسيد. إيه أنت قلت على رأس أنا تخصص وأبو أحمد تسيد. في النهاية. إيه نعم. طيب رأيك في تخصص؟ والله رأيي فيه ما خاب، الحصان أول مشاركة لحل ثالث، اليوم كان صراحة اليوم شكله وحضوره جيد، وبناء على هالأساس يعني بتبع التوفيق الله سبحانه وتعالى تم الترشيح وصادق على الترشيح. مبروك لحمود بن سلمان الشلاقي الشمري ومدرب